وللمزيد من المتابعة معنا هاتفيا الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية. دكتور عاشور، بعد التحية، يعني حراك دولي اليوم وغدا فيما يتعلق بالأوضاع في غزة، اليوم في انتظار جلسة لمجلس الأمن حول التصويت على القرار الجزائري أو مشروع القرار الجزائري بوقف إطلاق النار، وغدا مرافعة مصر الشفهية أمام محكمة العدل الدولية. كيف تساعد هذه التحركات في وقف العدوان وإيقاف إطلاق النار؟ في البدايه برحب بحضرتك وكل الساده المشاهدين. يعني يمكن الجهود اللي بتحصل دلوقتي، بالذات الجهود المصريه، هي احد اهم السلاسل في سلاسل الضغط المصري على اسرائيل بطرق غير مباشره وطرق مباشره. لكن اهميه المذكره اللي مصر مقدماها لمحكمه العدل الدوليه، ان هنا يعني مصر بتبعث برسائل ان اتفاقيه السلام هنا اصبحت على المحك نتيجه عدم اهتمام او عدم مراعاه الطرف الاخر ببنود الاتفاقيه. لان ما يحدث بقطاع غزه، مصر الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدايه الازمه حذر من تهجير الفلسطينيين وتصفيه القضيه وتداعيات ده على الامن القومي المصري وحتى على الامن القومي العربي. نعم. في الوقت اللي كانت اسرائيل بتروج للانتقام من حماس، وكان القياده المصريه بينت ان حماس بالنسبه لاسرائيل هي وسيله لتحقيق هدف اخر اللي هو تصفيه القضيه. نعم. طيب لما مصر تقدم مذكره، ما هي جنوب افريقيا قدمت مذكره قبل كده، بس جنوب افريقيا لما قدمت المذكره كان ليها بعد انساني، لان دوله تقع في الجنوب الافريقي ملهاش اي تداعيات امنيه على جنوب افريقيا. انما مصر لما تقدم، ده معناه ان ما يحدث في قطاع غزه وده بعد امني جديد لمحكمه العدل الدوليه، ان دوله مجاوره بتتضرر مما يحدث لما له تبعات تؤثر على حفظ السلم والامن الدولي. خاصة ان امين عام الامم المتحدة استدعى المادة 99 لاول مرة في تاريخه لطلب مجلس الامن ان هو يقوم بمهام الاساسية اللي اسس من خلالها لوقف اطلاق النار، واللي حصل بعدها جلسة وللاسف حصل طبعا الفيتو الامريكي. الاهم يا فندم ان المذكرة اللي مصر عملتها في محكمة العدل الدولية هي بتمثل على صعيد اخر، بجانب ان هي لها بعد امني، بتمثل على صعيد اخر بان هناك تكامل افريقي افريقي، تكامل او افريقي مصري. بمعنى ايه؟ مصر دوله افريقيه لكن لها بعد عربي، وجنوب افريقيا دوله افريقيه لها بعد افريقي، وكان المذكره دي بتعكس ان هناك تكامل افريقي مصري او افريقي عربي يجابه الممارسات الاسرائيليه في قطاع غزه. توقعاتك لما سيدور اليوم دكتور رامي في مجلس الامن منذ امس ونحن نتحدث عن اعتراض او استخدام الولايات المتحده لحق النقض الفيتو. يعني انا احيي حضرتك جدا على السؤال ده، وانا هجاوب حضرتك بمنتهى الامانه وبكل وضوح. مجلس الامن هو الجهه الوحيده في العالم اللي يقدر لو دخل او شاف مهامه او شاف شغله صح، اسرائيل مش هتقدر تمارس اطلاق النار. ليه؟ لان في هناك تداعيات عسكريه داخله من التداعيات المؤقته وغير المؤقته في قانون الامم المتحده وميثاق حتى الامم المتحده، بتخول لمجلس الامن ان لو ارتاى بان هناك تهديد للسلم والامن او في نوع من الجرائم اللي بترتكب، سواء جرائم حرب ولا جرائم اباده جماعيه، يتدخل بقوات دوليه تحت اشراف مجلس الامن. وبالتالي لو تدخل بقوات دوليه لا حديث او لا وجود عن قوات اسرائيليه في قطاع غزه، ومن ثم هيحدث وقف اطلاق النار. عشان كده الولايات المتحده الامريكيه عملت فيتو. طيب توقعات جلسه النهارده، للاسف يا فندم التاريخ بيقول ان الولايات المتحده الامريكيه بصفتها اقوى دوله في العالم وبصفتها هي الدوله اللي بتبرر وبتوفر لاسرائيل الدعم غير المشروط او الضوء الاخضر لعملياتها، الولايات المتحده الامريكيه استخدمت الفيتو في تاريخها كله من سنه 45 لحد النهارده 97 مره، منهم 49 مره لصالح اسرائيل، ولا قرار طلع من الامم المتحده يدين اسرائيل بسبب الفيتو الامريكي. وبالتالي توقعاتي للاسف، انا مش عايز اتشائم ولا اخلي الساده المشاهدين، احنا قصاد واقع، الواقع بيقول ان هيحصل فيتو. وبالتالي المساله هنا ان ما يعني هيبقى السؤال الاخر، طب ازاي نوقف اطلاق النار؟ أيوة. اطلاق النار هنا يحصل له ايقاف من جانب اسرائيل لو استشعرت الولايات المتحده الامريكيه بان هناك تهديد لمصالحها في اقليم الشرق الاوسط ناتج عن اراده سياسيه للدول التكتل اللي موجوده في الشرق الاوسط تناور بمصالح الولايات المتحده الامريكيه تبقى في كفه امام الدعم الامريكي لاسرائيل في كفه اخرى. نعم. لو الولايات المتحده الامريكيه اتحطت في المساله دي هتبقى الاولويه للمصلحه الامريكيه، وقتها هتؤمر اسرائيل بوقف اطلاق النار. الدكتور رامي عاشور استاذ العلاقات الدوليه كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.